نيو تك. أسلامتكم ومرحبا بكم في نيو تك. اليوم باش نحكيو على آخر إصدارات شركة جوجل في عالم الهواتف الذكي، سمارت فون بيكسل 8 برو. يجينا بيكرون 6.3 بوص سوبر أموليد. التصوير الخلفي جينا بتروا كاميرا 8-50-100 ميجا بيكسل، واللي تصوير الفيديو ينجم يوصل دقة 4K بسرعة 240 FPS بدقة عالية في التصوير. الكاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل، استوكاج فما 256 وإلا 512 جيجا. أما الرام نلقى 8 ولا 12 جيجا. البروسيسور باش يواكب تطور البيوس 5G اللي ممكن تدخل السوق التونسية في قريب، وهو سناب دراجون 898 بلس 5G أوكتاكور. الباتري باش تكون بسعة 5500 ملي أمبير وسيستيم أندرويد 14. نلقاوه بشارج تيب سي 80 وات، والسوم متاعو باش يكون 3340 دينار. نيو تك. من عالم الهواتف نمشي والعالم الذكاء الاصطناعي، واللي العالم الكل يتحدث عليه ويتنفس في المجال هذا يوميا، واللي قامت به شركة أوبن آي، وهو تشات جي بي تي، اللي هو باختصار تطبيق تنجم تصبها في تليفونك وتتحاور معها عن طريق ميساج وإلا بالصوت، ويجاوبك باللغة اللي تتحدث بها وكأنه إنسان عادي يحكي معك. تشات جي بي تي يمتاز زادة بالإجابة على كل أسئلة وبدقة عالية في المعلومات، حتى الحل مشاكل الفروض والامتحانات وفي كل المجالات والمستويات، وهذا اللي حذرت منه العديد من المنظمات والمسؤولين في عدة جهات، على خاطر التلامذة والطلبة واللي يعملوا على تشات جي بي تي في خدمتهم وقرايتهم. نيو تيك لليوم وفيت، خليكم برونشي على الحياة فيم، نتقابلوا غدوة في نيو تيك جديدة. باي باي. نيو تيك.